السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تبارك الله، الريحة ديالهم جاهزة وما زغيبات. تبارك الله، راه يصلح اللي فيها البرد، يصلح الروماتيزم وفيها لي فيتامين بزاف، ويصلح الماكلة أتاي. بالنسبة اللي بغا يديرو في أتاي، يدير أتاي شعرة ويديرو في ما بارد فوق الجمر ولا البوطة وينقص عليه، يدير الماء يديرو في ما بارد، ما يطيبش الماء يسخن عادي يدير الزعفران، لا يطيب معاه، يطيب معاه الزعفران ويدير أتاي خضرا وحدة مع الماء بارد ويخليه يطبخ، يطبخ وما يجهد البوطة. وكذلك المرقة، غير طريقة الاستعمال في المرقة، دابا كاين اللي كيلوح زغيبات في البراد ولا الطاجين، راه ما كيستافدهم والو، خصهم يشد زغيبات بحال هكا ويفرتتهم تيوليو غبرة. دير كيفاش يتفرتو؟ دابا ما بغيتش نفرتت هذا، واحد شوية بحال هكا، ديرو في شي كاغيط وتفرتت مزيان، ايه صافي، وتلوحو في اتاي ولا في، وتخليه يطبخ، يطبخ مزيان. واللي بغى كاع يحيد الشك بانه واش الزعفران حر ولا ماشي حر، يجيب كاس الماء ويلوح فيه واحد شويه، راه ميم طون دقيقه كيولي كلشي احمر، الا ما ولا داك الماء احمر راه ماشي زعفران دوريجين. اش قلتي لاش كيصلح البروده؟ البروده الروماتيزم وفيها بزاف ديال لي فيتامين بزاف. يلا